الاستغفار له مكانته العظيمة ومنزلته العلية في دين الإسلام، فهو يستجلب البركات والخيرات وينزل النعم، وبه تزول العقوبات والنقم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذه الغاية أيها الأحبة، وهذا شأن أهل التقوى والخلص من الناس الذين كلما أذنبوا استغفروا. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن واسع فضل الله سبحانه وتعالى على العباد أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه سبحانه وتعالى يغفر الخطايا ويمسح الذنوب، وهو القائل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فليس للعبد أن يقنط، وليس للعبد أن ييأس ولو عظمت ذنوبه وكثرت آثامه. وربنا سبحانه وتعالى يناديك أيها المسرف، واسمع ماذا يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هذه أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لاشتمالها على أعظم بشارة. وأنس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى، والحديث قدسي، قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين وإدامة الاستغفار، وهو أتقى الناس. ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وهو القائل عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية أخرى: يا أيها الناس، توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وتحكي أمنا عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وهكذا حال أهل التقوى وأهل الهدى وأهل الصلاح، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى على الدوام، ويكثرون من التوبة والاستغفار. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أولئك أيها الأحباب العارفون والمتقون، أولئك هؤلاء الذين قال الله فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وكثرة الاستغفار أيها الأحبة والله ينزل البركات من رب البريات. الاستغفار يجلب الألطاف الربانية، وهو فلاح في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه في موضع آخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن آثار الاستغفار أنه سبب
في نزول الغيث المدرار وحصول الرزق والبركات في الثمار والنسل والأولاد. وهذا ما حكاه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام، قال جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والله أيضا من آثار هذا الاستغفار أيها الأحباب أنه يدفع الهموم والكروب، وأنه مخرج من ضائقات الأمور. فوالله عز وجل يعني ما كثر الاستغفار في أمة إلا دفع الله عز وجل به عن العباد والبلاد ضروبا من البلاء والنقم وصنوفا من الرزايا والمحن. يقول ربنا تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعظم حديث أيها الأحبة وأجمل دعاء في الاستغفار، وهو أفضله وأكمله. قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من الليل ومن قالها من النهار وهو موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وهذه والله من الفضائل العظيمة والثمرات الجليلة لعبادة الاستغفار أيها الأحباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته أيها الأحبة بادر إلى الاستغفار، وحجاج بيت الله الحرام مأمورون بالاستغفار بعد الإفاضة من عرفة والمشعر الحرام: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب إذا كان يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول أيضا في صلاته قبل التسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به من أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فاتقوا الله عباد الله وبادروا إلى التوبة ولازموا الاستغفار وتحينوا هذه النفحات الربانية في الجهر والإسرار. وصلوا وسلموا على سيد المستغفرين وخاتم النبيين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.